السلام عليكم ورحمة الله، معكم الباشمهندس علي رسمي، ولسه مع بعض في أهم فنيات التعامل مع شاشات ميتسوبيشي اتش ام اي. هنتكلم في الفيديو ده عن إزاي أقدر أحرك الأجسام في شاشات ميتسوبيشي، وهنشرح الموضوع ده على مثال بوابة جراج بتمشي في اتجاهين، اتجاه الفورورد زي ما احنا شايفين كده، مربع أبيض بيتحرك من اليمين للشمال، هنعتبره اللي هو البوابة. ولو دوست ستوب وضغطت على مفتاح الريفيرس هلاقي ان في مربع احمر بيتحرك من الشمال لليمين. تعال نشوف كده هنعملها ازاي. خلينا في الاول كده نبص على برنامج البي ال سي اللي كاتبه، برنامج بسيط خالص لموتور في اتجاهين. اللي ممكن يكون مش واضح هو الدي زيرو والدي واحد اللي عمالين بيعدوا، وايه هي قيمة الخمسمية اللي انا حاططها في المعادلة وبتدل على ايه، وليه مخليها اما توصل لخمسمية تعمل ريسيت. هنروح للـ HMI simulation بتاعنا علشان الموضوع يوضح اكتر. هنلاحظ ان المربع الاحمر بيوصل لمكان معين وبعد كده هيعيد حركته تاني. لو بصينا بعدها على قيمة الفاليو اللي موجودة في الريجستر دي واحد هنلاقيها قلت، وبكده عرفنا ان هي دي الستبس اللي ماشي عليها المربع. تعالى نروح لشاشة الـ HMI. انا عامل سويتش عادي لاتجاه الفورورد وربطه باكس زيرو، وسويتش للريفيرس وربطه باكس اتنين. الماتور ده لمب عادي جايبه من اللايبراري برنامج مش شكل خارجي، في كمان اكتر من شكل للبامب وللتانك وللبلاور زي ما هو واضح قدامنا، لكن مش ده موضوعنا دلوقتي. انا حاطط المربعين دول بره اطار الشاشة علشان ما يبانوش معايا وقت التشغيل، لكن انا بحتاجهم وقت البرمجة. تعال نرسم البوابة. نتخيل المرة دي ان شكلها مستطيل ونحط قطر. هنعمل أول حتة فنية. لو فاكر معايا في بداية الفيديو إن المربع كان بيتحرك ككيان واحد، إنما أنا لو جيت أحرك المستطيل ده هيتحرك لوحده وهيسيب القطر. فهنعملها إزاي؟ هنحدد الشكل وهندوس رايت كليك وبعدين نختار جروب. هنلاحظ بعدها إن المستطيل والخط بيتحركوا كجزء واحد. هختار بعد كده register two parts وهسمي المستطيل اللي انا لسه رسمه gate 5 كمثال، وبكده اقدر اخش على object واختار parts movement ومنها bit parts. بكده اقدر احرك المستطيل اللي انا لسه مسميه بالطريقة اللي انا عاوزها. هختار اللي هو يظهر في حالة الاوف gate 5 وفي حالة الاون gate 5، ولو انا عايزه يعمل لي بلينك انا هنا هختارها كمثال ميديم. تمام، انا محتاج اربط الجيت 5 بتاعتي بخارج بي ال سي يقول لي امتى تتحرك وامتى تقف، ومحتاج احدد سرعتها، وده اللي وضحناه في اول الفيديو لما شرحنا الدي 1 والدي 0. تمام، نروح للبي ال سي ونزود الخطوات دي. هعمل سويتش وهسميه اكس 11 وهخليه يشغل لي واي 4. وزي ما عملت مع واي زيرو وواي واحد هنزل ببرانش وعمل الدي فور اللي هي هتبقى الستبس بتاعتي. هرجع اعمل سيميوليشن تاني.
نرجع لشاشة ال HMI ونربط الجزء اللي زودناه في برنامج ال PLC ببرنامج الشاشة. هخلي الديفايس المسؤول عن حركة الباب كأون أوف هو واي 4، والديفايس المسؤول عن الستيبس هو الدي 4. هختار ان طريقة الحركة تبقى لاين، وارسم الخط اللي الباب هيمشي عليه لما تجيله اشارة من واي 4 بالستيب اللي متسجلة على دي 4 على الشاشة. كده يبقى انا ناقص لي ان اعمل سويتش اللي هيشغل اكس 11، وده هاخده كوبي من اكس 0 وهسميه جو فورورد جي 5. تعالى نشغل السيميوليشن تاني علشان نختبر اللي احنا عملناه. هندوس على جو فورورد جي 5، هنلاقي ان المستطيل بيتحرك وبيعمل بلينك. اتمنى يكون الفيديو مفيد وبسيط، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جايه.